السلام عليكم، انا جعفر من سبور 360 وتقديم الكلاسيكو الاسباني. يستضيف نادي برشلونه غريمه الازلي ريال مدريد في الكلاسيكو رقم 176 في الدوري الاسباني، ويمكن يكون هذا الكلاسيكو الاقل اهميه في تاريخ اللقاءات بحكم ضمان برشلونه الفوز بالدوري الاسباني من الجوله الماضيه ومع تبقي 4 جولات بعد. ويمكن تكون اكبر اهميه للقاء هي ان برشلونه للان ما خسر اي مباراه في الدوري، لكن الكلاسيكو هو الكلاسيكو، باي الحسابات يظل مباراه كبيره ولها اهميتها، والاكيد ما في اي طرف يرغب في الخساره من الثاني. برشلونه بعد 34 جوله في الدوري انتصر في 26 وتعادل في 8 مباريات وحقق اللقب، والطموح الآن يعمل إنجاز تاريخي كأول فريق يحقق الدوري الأسباني بدون أي خسارة خلال الموسم. أما ريال مدريد في المركز الثالث ب 71 نقطة من 21 فوز، وعلى بعد 4 نقاط من المركز الثاني أتلتيكو مدريد، و4 نقاط بعد من صاحب المركز الرابع فالنسيا. الريال خسر في الدوري هذا الموسم 5 مباريات، 2 خارج ملعبه و3 على ملعبه، واحدة منهم كانت ذهاب الدوري أمام برشلونة واللي انتهت بنتيجة 3 أهداف دون رد سجلها سواريز، ميسي من بلنتي، وأليكس فيدال في مباراة شهدت خروج كرفخال بالبطاقة الحمراء. حاليا يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة هداف الدوري برصيد 32 هدف سجلها من 33 مباراة لعبها، وهي تعادل نسبة 37% من مجموع أهداف برشلونة 87 في الليغا حتى الآن. ويعتبر ميسي بعد هو أكثر لاعب سدد كرات باتجاه الشباك ب 146 تسديدة، منها 91 بين الخشبات الثلاث. وبعد يتصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري هذا الموسم برصيد 12 تمريرة حاسمة. أما ثاني هدافي الليغا هذا الموسم فهو كريستيانو رونالدو برصيد 24 هدف سجلها من 25 مباراة لعبها في الليغا، وهي تعادل نسبة 30% من مجموع أهداف ريال مدريد في الدوري اللي هي 82 هدف. ودفاعيا يعتبر البرشا ثاني أقوى دفاع في الليغا بعد أتلتيكو مدريد، شباك برشلونة استقبلت 21 هدف يعني معدل 0.6 هدف لكل مباراة، أما ريال مدريد فاستقبل 37 هدف بمعدل هدف وشوي لكل مباراة. تاريخيا تواجه الفريقين في 270 مباراة منها 175 مباراة في الدوري الأسباني، وفي مباريات الليغا نجح برشلونة في الفوز في 70 مباراة والريال في 72 مباراة وحضر التعادل في 33 مواجهة. وفي 87 مباراة السابقة اللي لعبت في الكامب نو في إطار الدوري انتصر برشلونة في 49 مباراة والريال في 20 مباراة وحضر التعادل في 18 مباراة. وأكثر اللاعبين الحاليين مشاركة في الكلاسيكو هم سيرجيو راموس من ريال مدريد وليونيل ميسي وأندريس انيستا من برشلونة برصيد 37 مباراة. وفي حكم المؤكد أن هذه المباراة راح تكون الأخيرة للنجم الأسباني انيستا في الكلاسيكو بعد ما أعلن انتقاله من برشلونة مع نهاية الموسم. ويمكن تكون أكثر قضية شغلت الوسط الرياضي حول الكلاسيكو هذا هي قضية الممر الشرفي اللي جرت العادة ان يصطف لاعبي الخصم تحية لبطل الدوري قبل بداية المباراة، وبحكم ان برشلونة ضمن الدوري من الجولة الماضية كان بحكم تقاليد الدوري ان يعمل لاعبي مدريد ممر شرفي للاعبي برشلونة قبل بداية المباراة. لكن مدرب الريال زين الدين زيدان صرح اكثر من مرة ان ما راح يعمل فريق هذا الممر لان برشلونة ما عملوا ممر شرفي لريال مدريد بعد تتويج الاخير بلقب كأس العالم للأندية. وبس نبغى توقعاتكم للكلاسيكو، وهل ينهي برشلونة الموسم بدون اي خسارة في الليغا او لا؟ وبعد ايش رايكم في موضوع الممر الشرفي؟ اعطونا رايكم. سلام.